عم ليش عم تطلع فيه تطليعة وكأنه أنا اللي قوصته لسالة؟ لا أنا بعرف إنه ما أنت اللي قوصته، مو بالضرورة تكون أنت، بس اللي قوصوه ما لقوا غير طريقة واحدة يعبروا عن فرحهم، هي الطريقة البشعة، غباء وتخلف. لك لما بيصير عراس بيقوصوا بيروح قتله بيموت عالم، بالعزة بيموت عالم بتقوصوا. إذا دخلنا جول بشي مباراة هيك لاقي بيقوصوا بتروح عالم هيك ببلاش تنقتل. منين اجتنا العادة الوسخة هي؟ منين اجتنا؟ يعني ما في العالم ما عنده هيك ذرة بعقلها إنه تعرف إنه هي الشغلة بتسود الوجه؟ ما عم فكر؟ معك حق، يا ريت الناس يقتنعوا باللي عم تقوله. ما رأيك تمام؟ عبس ما رأي حدا يقتنع.